في بارت 2 في نفس الفيديو الجميل بتاعنا بنكمل الكونفرسيشنز بتاعتنا الحلوه، بس هنحاول نعملها عن طريق الالعاب الجميله بتاعتنا علشان برضو الصوره تبقى اوضح اكتر سواء للاطفال او للان جنرال عموما. هنتكلم النهارده في الكونفرسيشن ان احنا داخلين ريستوران مطعم. ما ننساش قبل اي حاجه قبل ما نفتح اللعبه بتاعتنا من ندوس اللايك واشتراك القناه ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. زي ما قلت لكم هنبتدي ان احنا نستخدم في قناتنا منوعات ولغات مع ميس سمر. هنبتدي نستخدم المجسمات او الاشكال، اي حاجه تبقى عملي قدامنا علشان تبقى سهله للاولاد. تمام اوكي. هنفتح اللعبه بتاعتنا النهارده عشان نقدر نستخدمها ونحنا بنتكلم عن الريستورانتس المطعم. تمام يلا نبدا. متنساش اللايك، نضيف على اشتراك القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. اي حاجة احنا عايزين نستخدم الاماكن فاللي دي سبون معلقة، ده البليت الطبق، لازم كده نعمل سيرفيس كاملة هي بس عايزاها تبان سيرفيس كاملة. احنا عايزين في مطعم بقى وكده اللي هو بالانجلش ريستورانت مطعم، ده another plate طبق تاني وسبون. اوكي عازمين كل النهارده او احنا هنطلب من ال من ال من ال ال الجارسون او الويتر بيتزا. I like pizza. بما اننا عندنا البيتزا بالكالوريز بتاعتها. This is orange and this is green color and this is yellow color. اوكي ده كده البيتزا بتاعتنا، بس طبعا احنا يعني بنمثل بقى ان احنا في مطعم وكده. تمام هنمثل في المطعم ده ان احنا هنطلب اكل. اوكي هنطلب اكل النهارده، الفورك الشوكه الحلوه بتاعتنا دي والنايف السكينه. انا ليه بستخدم الطريقه دي؟ بتوصل المعلومه احسن قوي بالنسبه للطلبه او الاطفال، وفي نفس الوقت بيحبوها برضو الكورسز المبتدئين ان هما بيبقى الحاجه عملي قدامهم فبتثبت معاهم المعلومة اكتر. وبالنسبة للاطفال طبعا زي ما قلتلكو ده طريقة المنتسوري، قبل كده اتكلمت فيها طريقة المنتسوري دي. يعني ايه طريقة المنتسوري يا تيتشر سمر؟ ان انت بتطبقي الحاجة عملي كأنك ما عدا ابنك في البيت بالظبط، بتقولي له اسامي الحاجة بنستخدمها، في نفس الوقت بقول له الترانسليشن او بعمله ترجمة بالانجلش ليها، فالدنيا بتبقى اتس اوكي معانا. طبعا الفيديو ده مختلف عشان ضامن ثلاث افكار مع بعض، conversation about restaurant هنتكلم بطريقه المنتسوري، وضامن الافعال الريجولار فيربس الافعال الشاذه فهنهتم بيها جدا، وضامن معانا باغنيه الراب الجميله بتاعتنا. فالفيديو ده لازم تشوفوه كامل لان هيبقى واو. يبقى انا الفيديو ده مقسمينه 3 بارتس ثلاث اجزاء، جزء المنتسوري وطريقه ان احنا نبتدي نستخدم المجسمات او الاشكال او التويز الالعاب عشان نوصل معلومه للطلبه، اند الجزء نمبر 2 هنعمل اغنيه راب جميله دي هتبقى مفاجاه الحلقه. لازم تتفرجوا على الفيديو بجد كامل، هتتبسطوا جدا وهتستفادوا جدا جدا. الاغنيه اللي هنعملها على اغنيه راب اللي هي الافعال الريجولار الشاذه، وكمان هنعمل ده كده يبقى بارت 2. بارت 3 عاملين مفاجآت خاصة بالفودز برضو بالأطعمة، ازاي نستخدم المصطلحات او ندخل اسماء الأطعمة في أمثلة شعبية. يس بجد والله، ازاي تتكلمي كده بالطريقة العامية بقى وباستخدام الأطعمة. يعني كلنا بنحب الأكل يعني، فحبيت ان انا استغله او استغل الحب الأكل يعني انا اولكو في ان احنا نقول نستخدمها ان احنا نوصل بيها معلومة انجلش. اوكي يلا نبدا بارت 1. احنا النهارده هنمثل يا شباب ان احنا في ريستورانت مطعم. النهارده في ريستورانت نختار له اسم، نختار اسم للريستورانت بتاعنا،
نختار له اسم ايه؟ ميرو. ميرو ريستورانت. ميرو ريستورانت النهارده بقى ايه، عشان ده يبقى اسم الحلقات بعد كده في اي مطعم بعد كده هنستخدم الريستورانتس المطاعم تقديم الاكلات والمشروبات، ونعرف بقى بالانجلش ونمثلها مع بعض الحاجات الحلوه دي، بحب الحاجات دي قوي وتوصل فعلا معلومه جميله للطلب. احنا دلوقتي ات ريستورانت، واول معلومه نقدر نستفاد بيها ان كل ان المطاعم المطاعم بتاخد ات، او الاماكن الصغيره زي الهوسبيتال المستشفى الكافيه السكول المدرسة كلينيك البارك اي مكان صغير، مكان صغير بستخدم له at الى بستخدم له at مش in، زي مثلا I go to at restaurant I go to the hospital في المستشفى، مش لازم اقول in او I am in the hospital او I go at. اوكي اول حاجة at restaurant، هنتكلم النهاردة والمثل ان احنا في المطعم at restaurant احنا في المطعم. انا client my name is client او the nickname او الوظيفتي في التمثيلية او الفيلم اللي احنا نعمله دلوقتي ده ان انا client انا الزبونة، يبقى الزبون يعني client انا client. اوكي او customer. اوكي واللي جاي معايا او اللي جاي يقدمني دلوقتي هيبقى اسمه waiter. waiter اوكي اللي هو الجرسون، او waitress لو جرسونة واحدة ست waiter. اوكي الwaiter جاي دلوقتي. اوكي انا عايزة اعرف ان انا اندهله ازاي. please يعني بس مش محتاجة ان انا اقول اكتر من كده. please one minute لو انا عايزة ازود بقى دقيقة من فضلك، او excuse me yeah excuse me بعد اذنك او معذرة excuse me. هو هيجي لي الويتر دلوقتي، الويتر جه وبعد كده هدخل شخصيات تانية في المسرحيات ده احنا هنعمل افكار تحفة. اوكي الويتر جاي دلوقتي طبعا بيرحب بيا. هلو اوكي هلو اول حاجة يقولها لي can I help you ممكن اساعدك can I help you yes please او yeah please. اوكي okay. I wanna اللي هي الverb I wanna اللي هي الverb I want عايز اطلب حاجة، هقوله I wanna انا اريد something شيء ما I wanna something yeah please I wanna something. اوكي هو دلوقتي كلماته او مصطلحاته اللي لها ايه هتبقى بسيطة بقى. هو اول ما جالي الويتر الجرسون قال لي can I help you ممكن اساعدك، قلت له yes please ايوه من فضلك. I wanna انا اريد او I want انا اريد، وبقول الاكلة اللي انا عاوزاها هنبعد ده دلوقتي كده عشان هو اللي هيقدمه. I wanna salad انا اريد I wanna salad عايزة سلطة سلطة. I wanna pizza yeah okay I wanna pizza، ولو انا عايزة احدد نوع البيتزا اسمها بيتزا مش بيتزا بيتزا. اوكي ولو انا عايزه احدد نوع البيتزا بحط النوع قبل اسم قبل كلمه بيتزا، يعني لو انا عايزه بيتزا فراخ اقول له تشيكن بيتزا تشيكن بيتزا، لو انا عايزه تشيز جبنه يعني تشيز بيتزا بالجبنه تشيز بيتزا. اوكي عايزه بقى ايا كان نوع البيتزا فيجيتابلز فيجيتابلز بيتزا فروتس سوري اي نوع من انواع البيتزا بقى اللي انا مش داخله في دماغي دلوقتي بقول النوع قبل كلمه بيتزا. اوكي انا I wanna chicken pizza I wanna chicken pizza بيتزا بالفراخ yeah please I wanna chicken pizza بيتزا فراخ. اوكي yes okay هيقول لي do you want هل تريدي do you want drinks do you want drinks do you want drinks او do you want drinks هيك عايزة drinks اقول له yes please I wanna orange juice عايزة عصير برتقال orange juice I wanna orange juice please. اوكي okay. اي حاجه دايما بستخدمها طالما شخص غريب ابتدي استخدم له مصطلحات اللي please من فضلك excuse me معذره لانه مش ابن خالتي عشان اتعامل معاه دايركت كده. تمام يبقى قال لي تحبي تشربي حاجه do you want some drinks حضرتك عايزه بعض المشروبات او do you want something else حضرتك عايزه حاجه ثانيه قلت له yeah I wanna orange juice انا عايزه عصير برتقال عاوز عصير مانجا mango juice I wanna strawberry juice عصير فراولة strawberry juice عصير ليمون lemon أو lemonade I wanna lemonade عصير ليمون لكن الليمون نفسها
كلمه ليه من نفسها ما بتتجمعش، كلمه ليه من نفسها ما بتتجمعش. اوكي I want a lemon. Lemonade. Okay. أنا عايزة ليمون أو عصير ليمون. Please. Do you something else? قبل ما يمشي بقولي حياتك تحبي حاجة تانية. Do you like? هل تحبي? Do you like? هل تحبي something يعني شيء ما. Else أيضا. أنا معلش بحب أفصل، وده اللي بيخلي الفانز بتوعي أو الطلبة بيحبوا الشرح بتاعي جدا، لأنهم بفصل لهم كل كلمة، مش اللي هو أطلع أتكلم وخلاص دايركت دا 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 وهو مش فاهم حاجة. ما بحبش كده، عشان كده بحب زي ما بقول الجمله بسرعه زي ما بتباطئ معاها. اوكي do you want هل تريدي او do you like هل تحبي something else حاجه ثانيه. No thanks. No thanks. شكرا جدا. هنعمل بقى نفس المحادثه بعد ما فسرناها بس انجلش فقط. اوكي يلا لوك ات مي. الويتر جاي جارسون. هالو هالو what do you want بيقول لي what do you want or what do you like to have. ده طريقة سؤال تانية، تحبي تتناولي ايه او تاكلي ايه. What do you like to have? What do you like to have? I wanna pizza. Yeah, I like pizza. Chicken pizza. هو ممكن يسألني سؤال تاني لو انا نسيت اقوله نوع البيتزا، يقولي What kind of pizza? ما نوع البيتزا do you want التي تريدينها. What kind of pizza do you want? I like chicken pizza. Please, yeah. Do you like something else? Do you like something else? محتاجة حاجة تاني؟ Thank you so much. أو أنا لسه محتاجة نسيت أقوله إن أنا عاوزة عصير. Do you like something else or something dry or some drinks? بتحب أي مشروبات؟ Yeah, I like orange juice, please. Okay. Thank you so much. طبعا لما نخش في انواع اكلات تانية هنتكلم على انواع السوى الويل دان والميديم مستويه نص سوى نيه هقولها، بس طبعا لما نعمل الاكل المناسب ليها. انا النهارده اتكلمت في نطاق اللعبه اللي فتحناها النهارده اللي هي اكله البيتزا. اوكي الويتر جالي دلوقتي قدم لي البيتزا الجميله بتاعتنا. يامي. لما احب اشكر على اكل واقول ده حلو قوي. اتس يامي. ده لذيذ قوي اهو اهو عامله كده. اتس يامي ثانكس اي لايك ات. انا حبيتها. جاب لي البيتزا بتاعتنا طبعا بيقدم لي الفلات البلات الطبق، اداني فورك شوكه، اداني نايف سكينه عشان نكت او نقطع بيها السلايسز الشرائح. دي بلات هنعتبر ان انا طلبت صوب مثلا شوربه كأني قلتها لك. اوكي I wanna soup. Soup. شوربة. Soup يعني شوربة. جابها لي اهو محطوطة في البلات. تمام. Another plat. يس انا عاجبني الوانهم قوي. So cute. احب الحاجات قوي. اوكي كده الاكل بتاعي جاهز. نتعرف عليه. في soup شوربة. Thank you so much. مش عايزة حاجة تاني. اوكي قلت لي شكرا خلاص. انا مش عايزة حاجة تاني. Thank you so much. Okay. Do you something else? حضرتك محتاجة أي حاجة تانية؟ No, thanks. Okay. قدم لي البيتزا بتاعتي. نقول يلا الأسامي بتاعتها. This is fork. الشوكة. البلات. الطبق. النايف. السكينة. النايف. السكينة. البيتزا. Chicken pizza. بيتزا الفراخ. البلات. الطبق. السبون. المعلقة. اللي فيها صوب شوربة. نبتدي بقى. لما تحبي تعبري ان انت جعانه بقى على سكه الانجليش. يامي. I'm so hungry. I'm so hungry. انا جعانه قوي. I'm so hungry. اوكي بجيب السكينه and cut بقطع. cut the chicken pizza and this is knife and this is fork. و cut بنقطع slice شريحه بيتزا. ايه ده يعني الشريحه اسمها سلايس؟ يا this is slices of pizza. دي شرايح من البيتزا. يبقى this is slice شريحه slice. يبقى انا بحب اقول شريحه من slice of. يبقى اول حاجه اقول يامي جعانه قوي، وعايزه اعبر ان انا جعانه اقول I'm so hungry. I'm so hungry. Ooh, and cut the pizza. قطعت البيتزا and take one slice. خدتي شريحه من البيتزا. زي ما قلت لكم ايه these are هم يكونوا slices of pizza. وبقطعها to eat it. وكلتها
It's delicious. Delicious ده تعبير بقوله عن الأكل لما بيكون حلو قوي وطعمه لذيذ. It's delicious. I like it. It's delicious. Another piece. قطعة تانية. وأقدر أقول على قطعة piece ولو شريحة slices. دلوقتي أنا عندي السلايز الشريحة قطعت منها piece قطعة. أوكي؟ فعشان كده قلت another piece. Another يعني أخرى. يبقى another piece قطعة أخرى. It's delicious. يبقى انتوا هتعبروا زي بعد كده عن الاكل لما يبقى طعمه حلو معاكوا. It's delicious. حلوة قوي. I like it so much. It's hot وسخنة. Hot. It's hot سخنة. Okay. At first اولا I wanna drink او eat soup. الشوربة بالسبون والبليت وفي صوب هنا. It's hot. Oh my god, it's hot. يومي لذيذة قوي. لما بحب اعبر عن كده تعبيرين عندنا اقول الحاجة دي يومي لذيذة او يعني ممتعة وانا باكلها كده مستمتعة جدا او ان انا اقول delicious لذيذة. الجوس لسه ما نزلش لان انا منتظره هنزل كل حاجه باللعبه بتاعتها فهو بقى بينزل الجوس وكده هبقى اقول لكم التعبيرات بتاعته. يبقى كده النهارده فيديو النهارده استفدنا بكلمه ريستورانت مطعم بيتزا مش بيتزا يعني بيتزا ولما احب اقول نوع البيتزا بحط النوع قبل كلمه بيتزا زي تشيكن بيتزا تشيز بيتزا whatever the name. خدنا اسامي الاشكال زي عندي السبون المعلقه البليت الطبق الفورك الشوكه النايف السكينة السلايسز وانا بعد كده زي نقول these are عشان جمع slices of pizza شرايح من ولما خدت شريحة وقطعت حتة منها القطعة اسمها piece of. اتعلمنا النهاردة زي نعمل conversation بسيط في الريستورانت المطعم الويتر الجرسون انا اسمي كلايد الجرسون لما جي انا ندهت عليه قلت له excuse me بعد اذنك او قلت له please من فضلك او اي حاجة الفت انتباهه yeah sorry come here من فضلك ثانية واحدة او one minute طلبت بس هي اسهل حاجة excuse me او please okay. لما جالي الويتر الجرسون قال لي what do you want ارحب بيه الاول قال لي hello what do you like to eat تحب تاكل ايه what do you like to eat قلت له I like chicken pizza بعد كده قال لي what do you like to drink أو what do you like to have أقدر أستخدم بقى what do you like to have مع الأكل والشرب لأن ال have فعل verb to have يملك لما بتيجي مع أكل أو شرب يبقى معناها يملك يبقى what do you have تحب تاكل إيه قلت له what do you have I like chicken pizza what do you have also أو what do you like to drink تحب تشرب إيه what do you like to drink What do you like to drink? I like to drink orange juice. Okay. Do you want something else? Do you want? هل تريدي something else? أي حاجة تانية تقولي thanks. Thanks so much. Okay. أقدر أعبر له إن أنا جعانة قوي فمن فضلك بسرعة. Please hurry. I'm so hungry. Please hurry. يعني من فضلك أسرع. I'm so hungry. أنا جعانة جدا. Please hurry. I'm so hungry. It's okay. After that, بعد ما اكلت حبيت ان انا اعبر عن اعجابي بالاكل قلت يامي ده لذيذ قوي قلت I am hungry انا جعانة قلت عبرت عن ان الاكل لذيذ وممتع قوي قلت it's delicious it's delicious ده لذيذ قوي وحلو جدا اوكي يبقى كل دي المصطلحات استفدنا بيها بداية من المطعم بداية لأسامينا اسامي الاشياء التعبيرات اللي انا ممكن استخدمها الاسئلة اللي بتتوجه من الويتر والجارسون اللي هو جارسون والكلاينت العميل او الزبون او الكاستمر استنوني فيديو جديد هنعمل فيه نفتح فيه لعبة جديدة ونشرح فيه محادثات جديدة وأفكار جديدة هتفيد الطلبة تفيد الأطفال تفيد الناس المبتدئة في تعليم الإنجليش هتفيد حتى لو حد خريج جامعة ونسي إنه يستخدم مصطلحات أو ما بيعرفش يعمل conversation بشكل سهل لأنه مش متعود على الممارسة متعود للأسف على الحفظ ومفهومة الجرامر أو مفهوم الجرامر لكن ما بيعرفش يعبر بيه. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم زي ما قلت لكم لسه بارت 2 من الفيديو والبارت 3 ده مفاجأة في تكملة الفيديو الجميل بتاعنا في حاجات تحفة أغنية الراب ما ننساهاش ونحفظها عشان أنزلها لكم على الفيسبوك ما تنسوش اللايك واشتراك القناة وتفعيل الجرس عشان يظهر لكم كل جديد وزي ما قلت لكم اللي على طول بطلبه الطلبة يقلدوني في البيت يبعتوا فيديو لنفس الكيس كلموا في الإنجليش وبنزلها لهم على صفحة الفيسبوك باسم سمر محمد عربي أو English. Thank you so much. Goodbye.